متواصلة هذه المرة مع الفريق الاتفاقي. أكيد مباراة مهمة بالنسبة لنا مع فريق نادي الشباب. يمكن خسرنا المباراة الماضية 0-1، أضعنا أهداف، يعني إحنا صرنا نكرر هذا السيناريو بإضاعة الأهداف ومن ثم نخسر النتيجة. ما هو مطلوب منا الآن؟ مطلوب جهد مضاعف، مطلوب تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على الأقل في المباراة القادمة، ومن ثم يعني نبحث على المباراة الثانية. ولكن ما هو مطلوب منا الآن؟ تقديم مباراة يعني تليق ومستوى المشاركة الخارجية في مستوى بطولة آسيوية، وأهم بطولة آسيوية تعتبر على مستوى القارة الكبيرة. نحتاج إلى 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 يعني إقناع الجميع بأن الاتفاق قادر على تقديم مباريات جيدة. نحتاج إلى ثقة اللاعبين بأنفسهم وأنهم يملكون من الإمكانيات العالية. نحتاج إلى تواجد الجمهور اللي هو يعني وقود اللاعبين من أجل تحقيق هذه النتيجة الإيجابية أيضا. فالهدف الآن أن احنا يعني نحقق النتيجة الإيجابية ونحقق 3 نقاط وهي الأهم الآن. طبعا شوف كأرقام، أنت من الممكن أن تتحصل على 10 نقاط وتنتظر نتيجة تخدمك في مباراة من المباريات. هي نتيجة يعني صعبة ولكنها ليست مستحيلة. يجب أن نبحث عن النقاط أولا، يجب أن نحقق الانتصار الأول على نادي الشباب وثم نفكر في عملية المنافسة. ولكن يعني الآن ما نصبو إليه أن نحقق نتيجة إيجابية أمام نادي الشباب. كل عمل فيه من الأخطاء، نحن نتحمل جزء من الأخطاء الواقعة، يعني يجب أن لا نبحث عن شماعة، نحن نتحمل جزء من هذه الأخطاء. ولكن يعني نحن نعمل، والذي يعمل سيصيب ويخطئ، هناك أخطاء واردة، ولكن احنا دائما نبحث الى الافضل، نبحث الى الامام، نبحث الى من ينير لنا الطريق. يعني هناك نقد هادف احنا نتقبله، بالعكس سيفيدنا في مستقبلنا. احنا خسرنا هناك المباراة، ان شاء الله يعني كانت ظروف شوي، عامل الجو غير، هناك في رطوبة، هنا ان شاء الله نعوض الخسارة، وان شاء الله يعني نثبت، والشباب مستعدين وفيهم الخير والبركة، إن شاء الله نعوضها إن شاء الله. أسألك على الجانب الشخصي علي، الآن إصابة زميلك زامل السليم بكل تأكيد قطع في رباط صليبي، ندعو له إن شاء الله بالشفاء. مرحلة قادمة مهمة لك علي، إنك ممكن تكون أنت أحد العناصر الأساسية بالفريق، شو اللي تعد بالجماهير الاتفاقية كمهاجم قادم بقوة؟ أنا يعني جاهز في أي وقت إن شاء الله، ومستعد إني أقدم خدماتي للفريق، وأتمنى الشفاء لأخوي زامل، وإن شاء الله يعني أكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله بإذن الله. إذا شاركت في المباراة القادمة كأساسي أو كبديل راح تسجل؟ بإذن الله إن شاء الله، دعواتكم بس. أتمنى لك التوفيق. حياك الله. الفترة الماضية تقريبا الشهر الأخير أنا متواجد في النادي وأتمرن طبعا مع اللعيبة، وإن شاء الله جاهزيتي إلى نوعا ما يعني إلى 70-80% إن شاء الله. نتكلم عن جاهزية لياقية، لسه باقي لك شوي، يعني خلاص يعني يعتبر هو نهاية الموسم، يعني شوط أنا أكون جاهز شوط، يعني ما نبجاهز يعني كأساسي. كل عارف يعني الفترة الأخيرة كانت صعبة علينا والآن تعقدت، يعني في البطولة الآسيوية صعبة شوي، يعني بنحاول قد ما نقدر على الأقل نرد الدين في مباراة الشباب الإماراتي، نحاول إن نأخذ 3 نقاط وإن شاء الله نلعب على الأمل، يعني اللي هو يعني يعتبر صعب لكن نلعب على الأمل. الحمد لله زي ما ذكرت، الحمد لله هذا بفضل الله، يعني قاعد استعيد شيء من مستواي الحمد لله على ذلك، وهذا الحقيقة يعني بمجهود اللاعبين اللي ساعدونا كثير في أرض الملعب، الحمد لله زي ما تشايف توفيق من الله.